رسول الله بشر ومات وانتهت. كيف مات وانتهى؟ من قال لك أن معنى إنك ميت وإنهم ميتون أن الصلة برسول الله انتهت بموته؟ الملحدون يعتقدون أن الموت نهاية، الدهريون، وما يهلكنا إلا الدهر، لكن نحن نعتقد أن الموت انتقال من حياة إلى حياة أخرى، إما إلى نعيم أو إلى جحيم. فأين رسول الله؟ تعرف معنى هذا الكلام؟ رسول الله ليس بمجرد ساعي بريد أوصل إلينا رسالة وذهب فنتعامل مع الرسالة ونتركه. أصل الرسالة ارتباط بصاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم. لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه. بما هدد الله إحباط الأعمال؟ ماذا قال الله؟ ولا إيه؟ ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، ولا تجهروا له بالقول. إيش بعدها؟ كجهري التحديد هنا الخطير، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أتعرف من هذا؟ هذا الذي هدد الصحابة رضي الله عنهم أهل الإيمان والجهاد، أنهم فقط لو رفعوا أصواتهم فوق صوته لحبطت أعمال، ضاع الجهاد وضاعت العبادة وضاع قيام الليل وصيام النهار برفع الصوت على حضرته صلى الله عليه وسلم. وإذا بالمسألة ترتفع، وإذا بالجرأة والعياذ بالله على الله تعالى بالتجسيم واعتقاد الجهة فيه سبحانه وتعالى ومشابهته للخلق في الصورة وفي الأجساد. وهذا الذي ينبغي أن نتنبه إليه، أن النفوس إذا انزلقت في طريق الابتعاد عن الإخلاص تنزلق شيئا فشيء شيئا فشيء، وتقع في أقبح الأفعال والاعتقادات والمخاطبات وصاحبها لا يشعر.